إذن للوقوف عند صراع شركاء العملية السياسية على السلطة وتصاعد الخلافات في البصرة وصولا لإطلاق النار بين الميليشيات، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الكاتب والباحث السياسي أحمد العلواني. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. البصرة لم تهدأ منذ شهر كانون الثاني عام 2021، وقد سجلت البصرة 13 مواجهة مسلحة بين الميليشيات. البصرة لم تهدأ مطلقا، ولكن لماذا البصرة أكثر المحافظات التي تشهد مناوشات ومواجهات بين الميليشيات أستاذ أحمد؟ نعم، السلام عليكم. تحية طيبة لحضرتك وجميع مشاهديكم الكرام. الصراع حقيقي صراحة بالبصرة قبل هذا التاريخ، قبل عام 2021. البصرة تشهد صراع مسلح حقيقي لكونها عاصمة العراق الاقتصادية. كما تعلمون أن البصرة تحتوي على منافذ جوية، مطار البصرة، وتحتوي على منافذ حدودية، وتحتوي على منافذ بحرية. هناك مجاميع مسلحة مسيطرة على المحافظة. هناك فصائل رئيسية 9، 4 من عندها يعني تتبع إلى جهات نافذة بالدولة، تسعى إلى الحصول على المكاسب وتسعى الحصول على السيطرة على مقدرات المحافظة. كما تعلمون هنالك تهريب بالمنافذ الحدودية، تهريب النفط، هنالك حتى ابتزاز للشركات الأجنبية العاملة بالبصرة تمارس هاي الميليشيات. كما نعلم أنه الصراع مستمر، يعني حتى ما راح يوقف عند هاي النقطة، وإنما سوف يستمر. وهذه الميليشيات تسعى إلى الحصول على حصة الأسد في المرحلة القادمة. لذلك تلاحظون يعني هذا الصراع مستمر ونزول إلى الشارع بشكل مسلح. هل تعتقد أستاذ أحمد أن محافظة البصرة باب مهم للفساد بالنسبة للفاسدين والسراق، ومن أجل ذلك تتناحر الأحزاب والميليشيات على محافظة البصرة بشكل محدد؟ نعم، من يفوز اليوم بالبصرة بالسيطرة والهيمنة يحصل على مقدرات ضخمة مالية هائلة. نعم. يعني حتى ابتزاز داخل مؤسسات الدولة، يعني اليوم ابتزاز وصل إلى حد يعني ابتزاز مدير هيئة المنافذ الحدودية، ابتزاز مدير مشاريع في المحافظة. يعني حتى السيد أسعد العيدان يعني يعاني من هذا الشيء، يعاني منذ فترة، يعني أكثر من مرة بدلوا مدير هيئة المنافذ الحدودية، غير أنه هذه الميليشيات هي تدار من جهات متنفذة بالدولة، تنظم عمل دخول الأسلحة بشكل غير مشروع، تنظم عمل دخول المخدرات، تنظم أيضا تهريب ما يمكن تهريبه إلى إيران. هذا كله تمارس الميليشيات في البصرة. نعم أستاذ أحمد، يعني كما تعرفون وكما تتابعون، آخر دواعي الصراع على السلطة هو الصراع الذي اندلع على خلفية اختيار محافظ جديد للبصرة بدلا من إكمال المحافظ الحالي أسعد العيداني الدورة الجديدة والبقاء في منصبه، وهو أسعد العيداني طبعا هو جزء من المنظومة الميليشياوية. لماذا هذا الصراع على منصب المحافظ بشكل خاص بين الأحزاب والميليشيات؟ نعم، كما تعلم أنه أسعد العيداني هو من أهالي البصرة. نعم. ويمتاز بقاعدة جماهيرية وعشائرية كبيرة. بالمقابل هذه الميليشيات جزء كبير من عندها من خارج محافظة البصرة. هذه الميليشيات حتى لديها ارتباطات داخل إيران، يعني تعلمون يعني أنه هذه الميليشيات تذهب إلى إيران حتى دون ختم، يعني حتى أثناء عمليات التحالف الدولي من رادي طاردها ذهبت إلى إيران. نعم. أسعد العيداني نعم لديه علاقات مع جماعات مسلحة ولديه مع أحزاب متنفذة بالدولة، لكن هذه الميليشيات تخشى من حصول السيد العيداني على منصب المحافظ، وتخشى من فقدان مكاسبها على حساب يعني مصالح جديدة لأحزاب جديدة نافذة أيضا في البصرة. لذلك هو الصراع هو على المصالح. طيب. هذه الميليشيات تريد أن تضمن مكاسبها في المرحلة المقبلة. نعم. أستاذ أحمد، حتى بعد انفضاض سباق انتخابات مجالس المحافظات، الخلافات لا تزال تعصف بشركاء العملية السياسية على موضوع تشكيل مجالس المحافظات. ألم يرتضوا بالمحاصصة؟ المناصب توزع على أساس المحاصصة وتقاسم الكعكة، لماذا إذن هذا الخلاف؟
الخلاف ما بين الأحزاب هي من الذي يحصل على حصة الأسد. تعلم أنت حضرتك يعني الميزانية الاستثمارية سوف تذهب إلى مجالس المحافظات، واليوم أكو سباق حثيث صراحة ما بين الأحزاب لخدمة مصالحها وليس لخدمة المواطن. نشوف كل اللي فازوا يعني هم تابعين إلى كتل، قسم من عندهم كتل برلمانية، وقسم من عندهم حتى رؤساء كتل هم كانوا محافظين سابقين متورطين في الفساد في مجالس محافظات السابقة. لذلك اليوم صراع حثيث للحصول على يا هو اللي يحصل على نسبة أكثر من المشاريع القادمة. كما تعلم حضرتكم ميزانية ضخمة يعني جدا ضخمة، يعني ممكن أن تذهب إلى كتل، يعني حتى هذه المشاريع في المحافظات يمكن ما توصل إلى المواطن بنسبة 10%، نعم و90% تذهب إلى قادة الكتل والأحزاب والميليشيات، ويصير تقاسم يعني ما بين الأحزاب المتنفذة في البرلمان والأحزاب المتنفذة في مجالس المحافظات، لأن هم كلهم يعني اللي صعد بالانتخابات وفق قانون سانت ليجو احنا شفنا مو صعدوا ناس مستقلين ولا صعدوا ناس أحزاب جديدة ناشئة، كل اللي فازوا بالانتخابات هم تابعين إلى أحزاب نيابية حتى تسعى للحصول إلى على أموال طائلة والاستعداد للانتخابات القادمة. أستاذ أحمد، لو عدنا إلى البصرة بشكل محدد، يعني 8000 عنصر موزعين أو ينتشرون في البصرة وحدها، هذا المظهر وهذا الانتشار يشير إلى عسكرة محافظة البصرة وأهميتها بالنسبة للأحزاب والميليشيات، ولكن هذا الانتشار بشكل مخيف، 8000 عنصر ليس بالعدد القليل ينتشرون في البصرة، إلى ما يوحي؟ أي رسالة تريد الميليشيات أن ترسلها من خلال انتشار 8000 عسكري في البصرة؟ نعم، اسمح لي أن أشير إلى نقطة جدا مهمة، نعم، إلى أن هذه الميليشيات المنتشرة طبعا هم عبارة عن فصائل، أنا أشرت إلى 9 فصائل، نعم، الرئيسية من عندها 4. هذه الميليشيات ضبط إيقاعها حتى ما تستطيع بغداد. للعلم هذه الميليشيات خارجة عن سيطرة بغداد، ودليل كلامي آخر استعراض للحشد الشعبي مؤسسة هيئة الحشد الشعبي، شفت اللي حدث. يعني هذه الميليشيات ارتباطها مباشر في إيران. إيران تعتبر البصرة، إيران تغلغلت منذ 2003 في البصرة، إيران تعتبر البصرة يعني ظهير إلها، إيران تعتبر ولكن خط الصد ولكن الأول. أستاذ أحمد، ولكن آسف للمقاطعة، ولكن الحشد ضمن منظومة حكومية تابعة للأجهزة الأمنية. نعم، هنالك فصائل، نعم هي تتبع الحشد الشعبي يعني ظاهريا، لكن هي بالحقيقة تدار من قبل إيران. حتى السيد السوداني ما يستطيع السيطرة. هذه الاشتباكات اللي تشوفوها، آخر شيء اللي كان استعراض اللي حدث ما يسمى مناورة، هي إرسال رسالة رفع علم الإيراني في شبه جزيرة الفاو، وغير أنه اليوم تم اختطاف سفينة أو باخرة من المياه الإقليمية العراقية من قبل الحرس الثوري الإيراني. إيران مسيطرة بشكل كامل. هذه الفصائل حتى عندما تم مطاردتها في صولة الفرسان في زمن السيد المالكي ذهبت إلى إيران، ذهبت، وغير أنه عندهم علاقات يعني حتى يذهبون. حتى القتل اللي صار لشباب تشرين والاختيارات اللي صارت في البصرة هي متورطة فيها إيران، وهنالك فتاوى وهنالك اعترافات صريحة أستاذ لدى أحمد. قيادة شرطة البصرة. أستاذ أحمد، إذا كانت إيران مسيطرة على البصرة كما تفضلت حضرتك، هذا يعني أنها مسيطرة على مقدرات البصرة. نعم، إيران تهرب نفطها عن طريق البصرة، هذا احنا نعرف بمانيفستات يعني عراقية يتم تهريب. إيران تحصل على مكونات لأسلحتها ومكونات لطائرات مسيرة عن طريق الموانئ العراقية، ومو بس إيران، دعني أذهب إلى أبعد، حتى الجانب الروسي. قبل فترة في حاوية في البصرة أنه في شركة لوك أويل، هي شركة نفطية روسية، لكن تم العثور على أنظمة رادار، وتم العثور على كاميرات حرارية وأسلحة. إيران تمارس تهريب في البصرة، هذا كله مسيطر عليه مو من قبل المحافظ. لذلك هم يخشون من أسعد العيداني. أسعد العيداني نعم بالرغم من قربه من أحزاب الإطار التنسيقي، ولكن يتمتع بالشعبية بالبصرة، ويخشون أنه في يوم من الأيام ينقلب عليه. هذا هو اللي يخشون من تنامي شعبيته. هاي الميليشيات أغلبها من خارج البصرة، يعني أنا مثلا ميليشيات كتاب الإمام علي
ابو تراب هو حتى مو اصلا مو من البصره، لكن ذهب من البصره لان هنالك اموال العصائب اغلب قياداتها هي مو من البصره. هو في الفتره الاخيره كانت هناك اشتباكات بين كتائب الامام علي وميليشيا العصائب. نعم، هذه هي هذا احنا متوقعين حتى قبل الانتخابات سيد الكريم. اليوم اثبات من اللي يثبت الزعيم هو اللي ياخذ حصه الاسد. السيد اسعد العيداني نعم عنده طرف عشائري عنده، لكن ما يمتلك السلاح ولا يقدر يجاري هاي الميليشيات، ما عنده غير بس حل انه يوقع لهم بالمشاريع قبل لا يصير محافظ، هذا هو المساومه. يعني استاذ احمد في البصره طبعا هناك جيش وشرطه، خاصه يتمركز الجيش على اعتبار ان البصره منطقه حدوديه وايضا توجد اجهزه امنيه، استخبارات، مخابرات والى غير ذلك من الاجهزه الامنيه في البصره، اضافه طبعا الى الشرطه. هل تعتقد ان الجيش والشرطه لا يستطيعون يعني فض هذه الاشتباكات التي تحدث بين فينة وأخرى بين الميليشيات؟ هل لديهم القدرة على ذلك؟ لا سيد الكريم ما يستطيعون على ذلك. يعني حتى قبل فترة من حدث اشتباكات في 2020 ذهبت قوات من بغداد لوقف الاشتباكات، ما يقدرون حتى ينزعون أسلحة هاي الميليشيا. آخر شيء هذا الاستعراض قبل أسبوع بس فقط أنه تم تجميد الفصيل التابع الى كتاب الامام علي، لكن ما تم نزع سلاحه. ما يستطيعون اليوم الشرطه، حتى الشرطه ما تدخلت، حتى اغتيالات داخل المحافظه بها تحقيقات وبها شهود وبها اثباتات قانونيه حول جرائم ميليشيات، تهريب للمخدرات مسكوا يعني مسك يد، ما استطاعت قياده شرطه البصره يعني بالوصول الى 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 الجاني والقاء القبض عليه ومحاسبته، لا بالعكس قسم من عندهم يعني هربوا فترة معينة عن الأنبار إلى إيران وبعدها رجعوا يمارسون نفس عملهم. يعني الجيش العراقي هنالك يعني مثل ما نقول قيادته ضعيفة، وأيضا الشرطة أيضا يعني إدارتها للمحافظة ضعيفة. البصرة اليوم تعاني صراحة، تعاني هنالك توازنات، يعني حتى السيد السوداني يحاول يوازن ما بين الميليشيات حتى ما يذهب إلى صراع مسلح. آخر شيء قبل فترة أيضا ابتزوا التيار الصدري وأيضا نزل بالسلاح وحثت اشتباكات. مجمع القصور الرئاسية يحوي ما يحوي على مشاجبه أسلحة تابعة للميليشيات، يعني وما يستطيع حتى السيد السوداني الدخول إليه، حتى جهاز مكافحة الإرهاب ما قدر يدخل إلى مجمع القصور الرئاسية على أنه والله تابع إلى هيئة الحشد الشعبي، لكن الكلام غير صحيح، وإنما هنالك ميليشيات مسيطرة. يعني احنا نعلم عندنا تقارير حول تهريب النفط، تهريب العملة، تهريب المخدرات، تهريب الممنوعات، تهريب السلاح، هذا كله موجود ضمن تقارير يعني تقارير رسمية، لكن الحكومة العراقية غير جادة او غير لا تستطيع الوقوف في وجه الميليشيات. عبر سكايب من برلين الكاتب والباحث السياسي احمد العلواني، شكرا جزيلا لكم.